حساب سعودي يعشق الأفلام الوثائقية، يصور مغامراته ثم يقتبس عليها بعض الأصوات من الأفلام الوثائقية بطريقة فكاهية وطريفة. خلونا نتابع. يعيش الفتى البالغ 12 عاماً على القمة. نحن نعتمد على المطر هنا، إن لم تمطر السماء فلن يتوافر لدينا ماء للشرب. لكن ما هو أصعب هو العزلة الموجودة هنا التي تجعل الحياة بالغة الصعوبة لرايان. إن حلمي هو أن أصبح مهندساً لأكسب ما يكفي من المال كي أسافر إلى حيث يعيش والداي. خطأ واحد كفيل بجعل رايان يسقط مباشرة إلى الأسفل، لكن أطفال الجبال يتعلمون تقنيات التسلق الخاصة في سن مبكرة، كما تقدم الشقوق دعماً جيداً. وما دام هو في الأعلى بالفعل، يستمتع الفتى الحالم بالاستراحة، فهو يحلم بالعمل كمهندس وأن يستطيع يوماً ما زيارة والديه في مانيلا. ينضم لنا عبر سكايب لاحق المازني من أبها. يا هلا وسهلا فيك لاحق، كيف شفت التفاعل الكبير مع هذا المقطع؟ الله يحييكم، وتشرفت والله باستضافتي في ام بي سي. يا هلا وسهلا، كيف شفت تفاعل الناس معك؟ تفاعل الناس والله جيد، يعني في تفاعل. طب انت كيف تروح تاخذ الاصوات وتركبها؟ ليش ما تجيب احد صوته حلو يقدر يسوي لك اياها؟ والله فيه المعلقين موجودين وكثير والله، لكن المشكله السيناريو يعني الفكره ما هي موجوده، نفس الفكره ما حصلنا احد يعطينا فكره نمثل عليها او نصور عليها. لا بس والله المعلقين موجودين كثير. ها عندك انت افكار؟ عندنا بس جربنا سوينا مقطع وثائقي من انتاجنا، بس ما لقي اي اهتمام. او هو الفكرة في إدخال الكوميديا في المقطع، يعني الفكرة أيوه كان حلو وانتشر لك، يعني صار متواجد في كل مكان، تحديدا هذا المقطع اللي احنا حطيناه اليوم. يعني أنت ما شاء الله عندك الأفكار موجودة، وأنا متأكد أنه كمان في أصوات تقدر تستخدمها في مقاطعك الوثائقية. صحيح، في أصوات عندي، معلقين كثير يبغون يشاركون، لكن المشكلة زي ما قلت لك ما في فكرة. لو وجدنا الفكرة بنبدأ ننتج أفلام وثائقية. يلا إن شاء الله يصير عندك مقاطع احترافية أكثر. إيش عندك مشاريع طيب جديدة، أشياء جالس تشتغل عليها الحين؟ والله شغالين الآن على المقاطع الوثائقية، وإن شاء الله بنطور من أنفسنا للأفضل. طيب إيش تتمنى؟ والله نتمنى الدعم، يعني يكون فيه دعم للمصورين وللمعلقين الصوتيين. يعني السعودية مليان فيها معلقين صوتيين كثير والله، يعني مواهبهم مدفونة. أي وموجود نتمنى يعني لو يكون فيه هناك قناة وثائقية سعودية تختص بالأفلام الوثائقية السعودية. إن شاء الله. شكرا لتواجدك معنا لاحق، نتمنى لك التوفيق.